أكيد نعود إلى إسطنبول مرة جديدة وإلى ضيفنا السيد أحمد كامل، كاتب وباحث سياسي سوري. مرحبا بك معنا سيد أحمد مرة أخرى. مرحبا. لعلك استمعت إلى ما جاء في بعض كلمات هذه القمة الخليجية الافتتاحية الخاصة بها، واستمعنا إلى يعني الملك السعودي وإلى أيضا المجلس التعاون الخليجي بالشخصية الممثلة له، والحديث انصب على التهديد الإيراني للمنطقة وعلى ضرورة مواجهة هذا التهديد، ولعل هناك قرارات منتظرة في هذا الصدد. باعتقادك ما القرارات أو ما القضايا التي نستطيع أن نقول أن هذه المؤتمرات ستتبناها في هذه القمم؟ يعني الكلام اللي سمعناه ما مطمئن. مطالبة المجتمع الدولي ما راح يعمل شيء ضد إيران. إيران مشكلتنا نحن، ما ممكن نطلب من المجتمع الدولي أنه يعمل شيء. روسيا لن تحارب إيران، أوروبا لن تحارب إيران، الرئيس الأمريكي يلاعب إيران لمصلحته وبما يفيده وليس لحمايتنا نحن. مشكلتنا مع إيران هي مشكلتنا نحن، لازم نحن نتحول إلى دول حقيقية ولازم نتعاون في هذا الموضوع، بمعنى أنه نقول هذا عدوي المشترك، أواجهه مواجهة شاملة، أواجهه في سوريا، أواجهه في لبنان، أواجهه في العراق، أواجهه في اليمن، أواجهه في البحرين، أواجهه في كل مكان، أقطع علاقاتي الاقتصادية معه، أوجعه، وبنفس الوقت أقوي مجتمعاتي، المجتمعات اللي بتخاف من تغريدة واللي الحكم فيها إذا تكتب يعني بوست على الفيسبوك 5 سنوات، هذه مجتمعات لا يمكن أن تواجه إيران، بدها مختلفة تماما، مجتمعات فيها حرية وفيها وعي. يعني يمكن أن نضيف إلى ذلك أن المواجهة الحتمية إنجاز التعبير مع إيران تقتضي توحيد الجهود، إنهاء الخلافات الخليجية ثم إنهاء الخلافات الخليجية العربية والإقليمية، وبعد ذلك تنبري السعودية ومن خلفها دول الخليج ودول الدول العربية والإقليمية إلى الصراع مع إيران. أليس من الأولى أن تلجأ هذه الدول إلى إنهاء خلافاتها الداخلية خليجيا ثم عربيا؟ طبعا. والخلافات، أنت عم تسألني ماذا تفعل هذه الدول؟ لو يفعلون مع إيران ما فعلوه مع قطر، والله لكنت أسعد الناس. هذا اسمه حصار، وهذا اسمه مواجهة، وهذا اسمه إيجاع. يعمل هيك مع 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 إيران، يحصرها بحريا وجويا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا وعسكريا، هيك الرد. أما أن يكون بأسنا بيننا شديد فهذا غير ممكن. كيف بدك تواجه إيران وأنت تعامل واحد من عائلتك على أنه عدو؟ هذا غير ممكن. واللي حصل هو بالعكس تماما، ما فعلته دول الخليج مع قطر رماها في حضن إيران للأسف الشديد. يعني قطر الآن مضطرة أنه ترسمي كليا في حضن إيران، وهذا ما حصل ولكن بسبب ما فعلوه الإمارات والسعودية. كما تقول أنت، حل هذه المشكلة من أولى الأولويات، واضح تماما. نعم. بعد سنتين وصلت الفكرة. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد كامل، كاتب وباحث سياسي.